اعتقد ان اغلب البيوت المصريه بتتكلم عنه، وهي نتيجه الثانويه العامه ان هي زي ما عرفنا من بعض الاخبار نص الاسبوع الجاي باذن الله هيتم اعلانها. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، يا ترى كل المواد تم تصحيحها ولا لا؟ نسبه النجاح وصلت لكام تقريبا لغايه دلوقتي؟ منع تسريب النتائج ومنع شاومينج اللي غلبنا في امتحانات الثانويه العامه من انه يدخل كده ويلعب في النتائج، اخبارها ايه؟ معانا الاستاذ محمد سعد رئيس الاداره المركزيه للتعليم الثانوي ونائب رئيس امتحانات الثانويه العامه. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور يا فندم، اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. بس طيب يا فندم وكل ولادنا بخير يا رب. يا رب باذن الله. النتيجه الاسبوع الجاي ان شاء الله ولا يمكن يحصل فيها تغيير؟ لا ان شاء الله هي في منتصف الاسبوع القادم. كان بالامس كان في مؤتمر صحفي وسيادة الوزير اعلن بصفه رسميه ان شاء الله النتيجه في منتصف الاسبوع ان شاء الله. طيب طالما ان احنا اعلنا ان هي تبقى منتصف الاسبوع القادم، معناها كل المواد تم الانتهاء من تصحيحها ولا بيبقى لسه فيه؟ لا يا فندم، بالفعل كل مواد انتهى تصحيحها، ويمكن احنا كنا اعلنا في بيان امبارح نسب المواد. طبعا في مواد نسبتها بتتعدى ال 90%، وفي نسب طبعا تمانينات وسبعينات. النسب موجوده ومتاحه، التصحيح تم، لكن عندنا اجراءات دلوقتي بعد التصحيح بتتم، اللي هي المراجعات النهائيه اللي هي بنسميها قواعد الرأفه، كمان التصوير بتاع النتائج، تشمين النتائج ووضعها في نظريه السيستم لمدارس ادارات المدارس التعليميه. كل دي خطوات بتتم في الفتره اللي جايه ان شاء الله في منتصف الاسبوع يكون لدينا ان شاء الله وعندنا النتائج ان شاء الله، وكل واحد يعني بيتمنى شيء ربنا يحققه ان شاء الله. طيب عشان نطمن كمان، لان ده اي طالب في ثانويه عامه واهله برضه بيبقوا قلقانين من الموضوع ده، النتيجه بتتراجع كام مره تقريبا؟ النتيجه ايه يا فندم؟ النتيجه بتتراجع كام مره؟ يعني رصد الماده كذا والماده كذا والماده كذا والدرجات. ايوه رصد الدرجات. بص يا فندم، هو بالتقريب كده ورقه كتابه ابننا بتعدي على حوالي 16 عضو. النتيجه بتراجع جوه الحجره بتاعتها، مراجعه اولى وثانيه وثالثه، كمان في مراجعه خارجيه يتم مراجعتها. كل الاعمال اللي بتتم بالنسبه للتصحيح اللي هو تصحيح المواد لرصد الدرجات لاستخراج نتائج، كل ده بيبقى على الرقم السري بمجرد ورقه الامتحان ما بتخش. عشان كده طبعا انا شفت فاتك في البدايه بتقولي الموضوع تسريب النتائج، لا بالفعل احنا الامور دي متامنه تماما. اليه العمل في الكنترولات بتختلف اختلاف كلي وجزئي عن اللي كان موجود قبل كده. ورقه الاسئله، ورقه الاجابه لما بتخش غير ورقه الاسئله، ورقه الاجابه الطالب بيجاوب سالم للكنترول، تاخد رقم سري، بترصد كل الدرجات على الرقم السري، ولا يوجد اي ثغره صغيره لاختراق هذا العمل. نعم. كل هو اعتقد ان بالنسبه لاولياء الامور والطلبه اهم من ان النتيجه تتسرب ولا لا، ان ما يتمش اللعب فيها، ده المهم. لكن حتى لو اتسربت مش هي دي الازمه دلوقتي، بيتهيألي كده ولا ايه؟ تمام، انا مع سيادتك تماما. كل الكلام اللي اتقال ده عالي تماما من الصحه. احنا عندنا الطلبه بمجرد اعلان النتيجه ثاني يوم الطالب ممكن يدفع 100 جنيه ويجي يشوف ورقته. الكلام ده مش موجود خالص، وده خطا غير وارد عندنا. ما حدش يقدر يخترق اي كنترول، ولا حد يقدر يزود درجه ونقص درجه. بقول لحضرتك اكثر من 16 فرد بيشوفوا الورقه بتاعت الطالب. تمام. التظلمات حضرتك بتتكلم ان ثاني يوم النتيجه من الممكن ان الناس تبدا في التظلمات. بالظبط، فازاي هيتعمل ده؟ يعني ده كلام مش منطقي، يعني مجرد كلام اتقال في احد المواقع، لكن احنا بنكذبه تماما وكذبناه في اكثر من ديه. طيب كان في من ضمن الاخبار ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبحث قريبا اربع بدائل لوقف تسريب امتحانات الثانويه العامه، منها ان يمكن يبقى الامتحان اونلاين. هل حضرتك عندك معلومات عن الخبر ده؟ طبعا احنا في مقترحات تمت، وطبعا ده كان تكليف رئاسي وتكليف مجلس الوزراء، وفي مقترحات تمت، لكن احنا ما عملناش على المقترحات الموجوده لحد ما يتم الموافقه عليها. ومجرد نتفق على اي مقترح احنا ان شاء الله هنقدمه للاعلام، وطبعا بنبناه الاونلاين ده طبعا. نعم باذن الله ان شاء الله. استاذ محمد سعد رئيس الاداره المركزيه للتعليم الثانوي ونائب رئيس امتحانات الثانويه العامه، شكرا جزيلا ليك، ويا رب باذن الله يعني الطلبه كلهم كل واحد ياخد نتيجه عمله. احنا مش بنقول ان عايزين الكل يبقى ناجح او الكل يبقى نمر ويا دوب متوسطه، بس اهم حاجه ان كل واحد ياخد نتيجه عمله باذن الله ان شاء الله، ويا رب باذن الله يبقى كل الطلبه قاموا بعملهم على اكمل وجه ان شاء الله.